السيسي يؤكد أمام قمة حركة عدم الانحياز ضرورة العمل على توفير المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا. حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز ربع مليون شخص. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية حول منشأ فيروس كورونا وتعتبرها غير عقلانية. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفعالة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصة من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة. وفي كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرنس، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها. كما أكد الرئيس أنه يتعين على حركة عدم الانحياز أن تطلع بدور جوهري في هذا الخصوص، وذلك في ظل كون مصر من الدول المؤسسة للحركة، وانطلاقا من أنها تمثل إطارا هاما واسع النطاق لتنسيق مواقف الدول النامية. وصلت 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المصرية إلى السودان. جاء ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان للمساعدة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. هذا وقامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز تلك الطائرات بالمستلزمات. تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم أكثر من ربع مليون وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة نحو 3.5 مليون مصاب. وتحتل الولايات المتحدة صدارة حالات الوفاة ب 70 ألف وفاة، ثم إيطاليا بنحو 29 ألف حالة، ثم كل من بريطانيا وإسبانيا وفرنسا. أما من حيث توزيع الوفيات على القارات فتصدرت القائمة أوروبا، حيث بلغ عدد ضحايا الوباء الفتاك 140 ألفا. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا تعهدت بتخصيص 7 مليارات و400 مليون يورو. وقالت فوندرلين إن المفوضية الأوروبية ستساهم بمبلغ 1 مليار يورو لتسريع العمل الدولي لإنتاج لقاحات وأدوية وأدوات للكشف المبكر عن الفيروس. وصفت الصين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مصدر فيروس كورونا بأنها تصريحات غير عقلانية ومعيبة. وجاء في تعليق التلفزيون الصيني على تصريحات بومبيو أن الاتهامات الأمريكية بتسريب فيروس كورونا من مختبر في مدينة ووهان جاءت بدون أدلة وكذبة مطلقة، وأن السياسيين الأمريكيين يسارعون إلى إلقاء اللوم على الصين بسبب حالة الفوضى والتي تنتاب جهودهم الداخلية لمكافحة الوباء. حذر الرئيس السوري بشار الأسد من أن بلاده قد تواجه كارثة حقيقية إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وفاقت أعداد قدرة الخدمة الصحية على الاستيعاب. وقال الأسد في كلمة أمام اللجنة الحكومية والتي تشرف على إجراءات الحد من الوباء إن انخفاض مستوى العدوى الحالي لا يعني أن سوريا خرجت من دائرة الخطر.
أعلنت وكالة الأنباء السورية التصدي لعدوان بالصواريخ على منطقة سفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي. ذكر مصدر عسكري أن الضربات استهدفت بعض المستودعات العسكرية، فيما قال التقارير أن إحداها استهدف معمل للبحوث العلمية في حلب. وأضافت وكالة الأنباء السورية أنه جاري التدقيق في الخسائر التي خلفها العدوان. أعلن مجلس النواب العراقي عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الأربعاء المقبل. وكان الكاظمي تعهد في برنامجه الحكومي بمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وبلورة استراتيجية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى التحضير للانتخابات المبكرة. ويواجه الكاظمي الذي يحظى بتأييد الكتل السنية والكردية، ولكنه يواجه معارضة بعض الكتل الشيعية وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطنية. ختام موجز الخامسة، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.